لم يعرف أحد الكعبة المشرفة إلا مكسوة بردائها الأسود الحريري الجميل، تعظيماً وإجلالاً لبيت الله العتيق. فهذه الكسوة يرتبط تاريخها بتاريخ الكعبة نفسها، كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بالثياب اليمانية، ثم كساها من بعده أبو بكر الصديق ومن جاء بعده من الخلفاء. صنعت كسوة الكعبة في السابق في أكثر من بلد، من بينها اليمن ومصر، إلى أن أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بإنشاء دار خاصة لصنع الكسوة عام 1346 للهجرة أو 1927 للميلاد، وتم تجديد المصنع وتحديثه عام 1397 هجرياً أو 1977 للميلاد في منطقة أم الجود بمكة المكرمة. زود بآلات حديثة لتحضير النسيج، وأحدث قسم للنسيج الآلي مع الإبقاء على أسلوب الإنتاج اليدوي لما له من قيمة فنية عالية. وما زال المصنع يواكب عجلة التطور ويحافظ على التراث اليدوي العريق لينتج الكسوة في أبهى صورها. تحتاج الكسوة الشريفة في صنعها إلى 875 متراً من قماش الحرير الطبيعي الخالص، ويبلغ سمكه نحو مليمترين، يضاف إليه قماش البطانة من الأبيض المتين، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، وفي الثلث الأعلى منه الحزام، وعرضه 95 سنتيمتراً، وطوله 47 متراً. يتكون من 16 قطعة محاطة بآيات قرآنية وزخارف إسلامية. تشتمل الكسوة أيضاً على ستارة باب الكعبة، وهي من الحرير بارتفاع 6.5 أمتار وبعرض 3.5 أمتار، مكتوب عليها آيات قرآنية، وعليها زخارف مطرزة تطريزاً بارزاً مغطاً بأسلاك الفضة المطلية بالذهب. تمر صناعة الكسوة بمجموعة من المراحل، هي مرحلة الصباغة، ويتم خلالها صباغة الحرير الخام إلى اللون المطلوب، والمرحلة التالية هي مرحلة النسيج، وقد تم تطويره من الأسلوب اليدوي إلى النسيج الآلي مع الاحتفاظ بعراقة النسيج اليدوي. ثم تدخل الكسوة مرحلة الطباعة، ثم التطريز، وأخيراً مرحلة التجميع، وخلالها يتم تجميع قطع الكسوة، وتثبت عليها قطع الحزام والستارة تمهيداً لتركيبها فوق الكعبة المشرفة. بعد إنجاز الكسوة يتم تسليمها في حفل رسمي مهيب إلى سدنة الكعبة. ترتدي الكعبة حلتها الجديدة بعد فجر يوم 9 من شهر ذي الحجة، ولا تنزع الكسوة القديمة إلا بعد وضع الكسوة الجديدة فوقها، ليكون أجمل كساء ترتديه الكعبة المشرفة كل عام في يوم عرفة وقبل يوم من عيد الأضحى المبارك.